مرصد دار الإفتاء للفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة هو أول مرصد أنشئ في مصر والشرق الأوسط خاص بالمؤسسة الدينية، ومعني بموجة فتاوى التطرف والأقوال الشاذة والرد عليها وتفنيدها. المرصد أنشئ تقريبا في 2000 في مطلع 2014، وده كان بكورة مأساسة مواجهة التطرف، لأن يعني دار الإفتاء أول من جعلت مواجهة التطرف عملية مؤسسية يعمل فيها إطارات ولجان خاصة. المرصد بيقوم دوره بالأساس على مواجهة وتفنيد الفكر المتطرف والفكر التكفيري. المرصد بيقوم بجمع ومتابعة كل ما يصدر من الجماعات التكفيرية، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، على المواقع الإنترنت، على المجلدات، على المطبوعات، في بعض القنوات على الإنترنت، بعض القنوات التلفزيونية قديما، يمكن حديثا ما فيش قنوات تلفزيونية. المرصد بيتابع كل هذه المواد ويجمعها ويبتدي يتعامل معها كمواد خام، يبتدي يرد عليها ويفندها ويردها لأصلها ويجهز الردود الشرعية والعلمية والردود النفسية والردود الاجتماعية، ويعد في هذا المجال بعض الدراسات والتقارير الخاصة بهذا الأمر. دار الإفتاء من أولى المؤسسات اللي أنشئت في مجال الفتوى، ودار الإفتاء بتقوم بدور كبير وفعال في مساعدة الدول في إنشاء دور إفتاء، وتقدم الدعم العلمي والدعم الفني لإنشاء دور إفتاء، لأن حضرتك عارف في بعض الدول بيكون دار الإفتاء فيها هي مجرد شخص بيكون بيتولى عملية الإفتاء. فدار الإفتاء بتقدم الدعم لكثير من الدول وبتساعدها في إنشاء دور إفتاء متخصصة، وتقدم ليهم الدعم أيضا في مجال مكافحة الفكر المتطرف ومواجهة الأفكار المتطرفة وتدريب الأئمة وتدريب الدعاة وتدريب المفتين على مواجهة هذا الفكر وعلى التصدي للأفكار المتطرفة. دار الإفتاء كانت بادرت بإنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ودي أول مظلة تجمع دور الإفتاء والمفتين حوالين العالم، ودي بهدف توحيد الجهات المعنية بالفتوى لمواجهة الأفكار أو الفتاوى المتطرفة. مخرجات المرصد بيتم نشرها بتقريبا 11 لغة، من ضمنها اللغات الأفريقية السواحلية واللغة الأردن والألماني الفرنساوي والأسباني. وأخيرا أصدرنا تقرير دراسة بتشمل 7 أدلة بتشير لعلاقة هذه التنظيمات بدول أجنبية وتنفيذا لهذه الأجندات. ده يمكن بيستند لتقارير دولية وبعض الإحصاءات وبعض الوقائع اللي حدثت بالفعل، وده بيثبت أو بيورن على إن هذه التنظيمات لا تنطلق من منصة فكرية إسلامية، إنما هي تستخدم هذه المنصات لتبرير أعمال العنف اللي بتقوم بيها، إنما هي في الحقيقة بتخدم على أجندات أجنبية ومصالح دول أخرى. عينك على العالم.